كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. انتبه أشقال، انتبه أشقال. وانا زيد على خطائيات باش نعطيكم فزيت انتم باش تعطيو رايكم باش نحكيو على رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق، كان ضيفه امبارح في اذاعه شمس فام، وكان حكى على مواقف رئيس الجمهوريه وصفها الوصف هذا. معناها رئيس الجمهوريه وكان يعطي في رايه، ما كانش واضح البارح بالنسبه ليك كرونيكور، مش موقف معناها ما تخرجش تعمل تشارك كينك في حوار فيسبوكي، معناها عندك راي، ما عندكش راي، انت رئيس الجمهوريه، انت تنفذ، انت موجود في مجلس التنفيذ. هل مواقف رئيس الجمهورية تعتبرها ياد كيما الكرونيكور ولا ما يلزموش يكون ما يلزموش يكون في الوضعية هذه؟ للأسف تكرار الخروج متاع رئيس الجمهورية اللي هو يعطي فقط في مواقف وما يمرش إلى إجراءات أو على في الحد الأدنى مقترحات، هذا خلى انطباع عند الرأي العام الواسع، وقوى الناس اللي قاعدة تعرض فيه اللي هي تاخذ موقف ضده وتحشره في الكاز هذه اللي هو معلق على الأحداث، ما هوش فاعل سياسي. وانت أمين؟ مانيش موافقك يا دل الرأي، وهذا معناتها نعرف السياسة اليوم في تونس حط لك العصاف العجلة وكهو موال، على الأقل العبد الوحيد اللي قاعد يسمع في تونس شنو يحبه وقاعد يحكي في القضايا اللي تهمهم. دونك يبدأ عنا سياسي واحد في البلاد وعنده شرعية أوكي ومشروعية تجاوز 70%، وهو الوحيد اللي في صبر الآراء النسب متاعه فايت 50%، ما نجموش جماعة 0 يعطيوا رأيهم. يذولي كان رئيس جمهورية ما يخذش مواقف يحبوا يطبقك، هو يذولي محسن مرزوق ما يعرفش معناتها رئيس الجمهورية. ما هو كان رئيس ديوان، رئيس الجمهورية البيجي قاعد مستشار. هذاك علامة تعلم حد شيء من سيلبيجي الله يرحمه. حتى سيلبيجي كان يعطي رأيه في كل شيء زاد. أنا باش ناخذ شوية من الكرونيكور اللي عنا في تونس، برك الله هما برشا في الإذاعات وفي التلفز الكل، ونشوفوا رأيهم ساعات كيما رئيس الجمهورية قيس سعيد مثلا فيما يتعلق بالإعدام كيما لطفي العماري. ولكن أود أن أكون صريحا بهذه المسألة، النقاش يطول حول هذه المسألة، ولكن من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، بطبيعة الحال يوفر له كل ظروف الدفاع عن نفسه، وإذا ثبت أنه ارتكب قتل نفس أو أكثر فلا أعتقد أن الحل هو كما يدعي البعض عدم التنفيذ عقوبة الإعدام. لكل مجتمع اختياراته ولنا اختياراتنا. بطبيعة الحال هذه كلها معناها سلسلة من الجرائم الإرهابية اللي أنا في رأيي الخاص ما نجم يكون معناها الجزاء متاعها إلا الإعدام، لأنه الناس هذوم اختاروا هذا الطريق. ولا لطفي العماري وقت يحكي على إرهابيين قال جزائهم الإعدام، رئيس الجمهورية كيف يحكي على الإعدام، شنو رأيكم؟ هاي هي داي برا خويا باش نكنتركم. زوز عندهم حق أمين. صحيح. لا برسمي لا بالحق كلام لطفي العماري معقول، إذا باش تبقوا عقوبة الإعدام فالأولى قبل كل شيء أنه نطبقوها ضد الإرهابيين اللي هما قاعدين يهدوا في كيان الدولة، كما نطبقوها على الناس اللي تقتل الروح بغير حق. سمعتوش سي راشد الغنوشي، سي نبيل القروي، سي ائتلاف الكرامة عطى رأيه في الموضوع هذا اللي مكسر الرأي العام؟ لا حتى حد ما يهمهمش، خاطرهم يهتموا بكل شيء، كان اللي يهم توانسة. الكرونيكور الثاني اللي اخترته أنا برهين مسايس في إذاعة إيافهم في قناة 9 وقت يحكي على تغيير النظام السياسي. قلت من الأفضل أن تكون السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها وزير الأول، على أن تكون الحكومة مسؤولة أمام المجلس التشريعي، وبإمكان المجلس التشريعي أن يسحب الثقة منها عن طريق لائحة لوم. اليوم الذهاب للنظام الرئاسي أنا عندي قناعة، أنا كنت من أشد المدافعين حتى وقت اللي كنت في نيدا تونس على تغيير المنظومة، لكن بأي منطق؟ رجعوا ليكي ليبر للنظام البرلماني، نقحوا القانون الانتخابي اللي جي الأولاني هو اللي يحكم بالأغلبية المطلقة على روحه. ولا هذه المواقف ما موقفه من تغيير نظام السياسي رئيس الجمهورية. وختاما باش نختم بالأزمة الدبلوماسية. برهان يغير كما يحب، معناتها برهان تبديل فيستا سبيسياليست عاد فيه مش جديد. لا عاد هو لم يغير الفيستا، بالعكس. لا نحكي على قبل وتو. وفي الاثناء زاد معناتها جرب شويه فيستات ما جاوش قدو عاود بدله، ومن بعد زاد كيف. وختاما باش نختم بطارق الكحلاوي. طارق الكحلاوي اللي كان كيف كيد في السياسه ولا كرونيكور في الوقت الحالي، زاد يحكي على الازمه الدبلوماسيه وقتها والسفير اللي كان اقاله قيس سعيد.
كان العمل في المستوى الخارجي لا يعكس التوجهات الحقيقية للدولة، بل تم العمل من أجل إجهاض جملة من المبادرة، وتم تقسيم الدبلوماسية وفق التوازنات في الداخل. الدولة واحدة ورئيسها واحد ودبلوماسيتها واحدة. الشيء اللي صار مع البعثي هو أنه فما إشكال بين الرئيس والبعثي، لأنه عمل الحاجات من غير ما يشاور. هو أخذ قرار في إعفائه بسبب الخلاف بيناته هو إياه. أمانة لهنا ما نجم يكون كان معاه قيس سعيد. ولا هذوما كلك كرونيكور اللي مواقفهم تمشي مع موقف رئيس الجمهورية. أما هما اللي يختلف فيه رئيس الجمهورية على الكرونيكور اللي هو عنده صلاحيات يعطيها له الدستور، واللي هي جاية من المشروعية اللي جاية من صندوق وملايين التوانسة اللي صوتوا له، واللي ينتظروا انه يمشي أبعد من اعطاء الموقف. أنت أمين، لماذا هذا الإصرار على تقزيم رئاسة الجمهورية اليوم؟ علاش الإصرار هذايا كل إنه معناتها أون ديريت لمت كمشة كلها مع بعضها تحالفت الناس كل باش تطيح رئاسة الجمهورية مهما كلفها ذلك؟ علاش توا مؤسسة رئاسة الجمهورية نورمالمون عادي رئيس الجمهورية على الأقل أعطيه يا خويا شوية قدر يعيشكم أمان. أنا ظهر لي هاجر على قريب باش نلقاو أمين مستشار اتصالي في قفار كرتاج. بعد ما فشلت عشان بدك كامل الجملة، بعد ما فشلت إياد في المهمة طبعا، بعد ما فشلت أنا خويا أصبحت غير قادر باش ينافسك في الموضوع هذا يا خويا. لا مش على حاجة، علاش الإصرار هذايا كله؟ علاش معناتها عبد منتخبينه 3 ملايين تونسي احنا مصرين اليوم اننا نقسموا؟ خاطر السياسيين يتعاملوا معاه كمنافس سياسي قبل ما يكون رئيس جمهورية، والهدف نتاعهم هو انهم يطيحوا من الشعبيه نتاعه. هذه واضحه اليوم احنا العركه نتاعنا ماهيش هذه جمله، اليوم عركه نتاعنا عندنا كورونا، عندنا اجرام، عندنا هذا شكون نحكيوا في البارتيلو ولا عندنا ما تخليوني بالله ساكت واحد يسكت خير ساعات عنا هذوكم وكل عنا العركات هذه كل ماهوش وقت، مش عركة مش هذي دمار أزرق هذي مسيب معناتها مو على الأقل ما تتصالحوش، ما كنش تتصالحوا وهنا عرفوه هذي يخدموا على الأقل، كل واحد يخدم على روحه على الأقل نورمال مو هذا. دونك أنا بصراحة معناتها باش نعلنوها موقف اليوم الصباح على ضمانتي ومحشتي بشيء، بالعكس ما نتصورش كان الحمد لله معناتها رئيس الجمهورية باش يخلصوني أكثر من هنا. دونك هذاك علاش مستبعد جدا، انا متاكد ما نجموش اي مستبعد جدا يعني. وفي هنا تعطي رايك غادي ما تعطيش رايك، وانا الحق نهات لي نبطل معاش نعطي راي نبطل الخدمه هذه زاد جنبي معناتها بصراحه. دونك هذاك علاش اعلنها اني معناتها وين تواتي الفرصه راه باش نوضح الامور وباش ننزل على الفلس، راه مش ننزل على الفلس ومش نتردد في هذا بكره. يعطيك الصحه. قولها كوثر اكتب امين يرفض ان يكون مستشار في رئاسه الحكومه. كوثر قولها العدو تحطهم مش الصواريخ اليوم امين الصواريخ نتاعه على منصاتها جاهز. لا لا جاهز خويا، جاهز حاضر بالمرصاد خويا، خاطر تعرف عليه احنا ها وشنو التوانسه معناتها هي ما يعرفوهاش هذا، كي تراو الناس كل تحاميو في واحد. نحن التوانسه ما معناتها نقولوا مش هو مش مشكل هو مشكل فيهم هما، مادام كلهم متحامين في واحد انا باش نكون مع الواحد هذاك وكا مع مع هذاك الطريق اللي فيه شويه لا تخشوا. لا 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 مش طريقه هما شويه على خاطر وثلاثه ملايين اللي انتخبوه برشا، أما هما جماعة الصفر فاصل هما شوية، وإذا لازم يفهموه ويكونوا أذكى من هكا برشا. أنا عندي كود قول واحد آخر، ريت مثلا أنا مثلا اليوم كي نسميه وسائل الإعلام الكل نقولوا إي إف إم، شمس إف إم، جوهرة، مهما كانت ديما نحافظوا على السورس منين نجي، ساعات هما بعض وسائل الإعلام ياخذوا من عنا نحن تصريحات حصرية. لا برشا فيهم ما يسميوش، يقول لك في إذاعة خاصة في تصريح. لا لا مش لازم نعمل لا أنا خاطر هما كي ياخذ، أنا ما خذيتش تصريح من عنده، أنا كي ناخذ من عنده ولا حاجة نسميه بكل حرية. لا ساعات يقصوه ساعات بالتابيل يحطها مراد مثلا هذا يمسلش يقول راهو تصريح حصري لإذاعة زي كفام، يقولوش إذاعة خاصة وبعض وسائل الإعلام وتصريح إعلام. أنا نتفهم معناتها البعض من الزملاء معناتها ربي يهديهم وكهو، ما عندك الحق ربي يهدي وكهو، ذا شنو نجم نقول الصباح. معناتها فما عباد اللي ما تخزرش البعيد برشا، راه اليوم لهنا غدوة غادية، ذاكاش معناتها راهو إعلام اليوم ما تعرفش على الدنيا كيفاش تدور، ما تخليش تكون عجلة معناتها محطوطة فيها عصا الحكاية هذايا، كون أذكى من هكا برشا.